السلام عليكم طلاب المرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم أعزائي الطلاب. هنكمل مع بعض منهج كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هنكمل مع بعض النهاردة السيشن بتاعتنا، بس قبل ما أكمل طبعا احنا هنكمل مع بعض بقية الدروس بتاعت محور 1 اللي هو اسمه دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا. طيب نكمل، احنا النهاردة هناخد الدرس السادس اسمه المشاكل الشائعة والحلول المتوقعة. يعني ايه؟ يعني عندي مجموعة من المشاكل اللي ممكن تقابلني اثناء العمل على الكمبيوتر، ولما تجيني المشكلة دي اقدر اعمل ايه؟ تعالوا نشوف. طبعا احنا هناخد المشاكل اللي تتناسب معانا واحنا صغيرين نقدر نحل المشكلة دي ازاي، بنتعرف عليها ونعرف طريقة الحل. اوكي طيب، ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زي كمبيوتر، الجهاز اللوحي اللي هو التابلت، الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب، طبعا احنا بنستخدمها علشان نعمل حاجات كثيره جدا، فعايزين نشوف مجموعه المشاكل اللي ممكن تقابل. اول مشكله ممكن تقابلني ان انا مش قادر افتح برنامج معين، يعني عايز افتح برنامج معين ومش عارف لعبه معينه، تطبيق معين، مش عارف افتحه، اعمل ايه؟ البرنامج كل ما ادوس عليه مش راضي يفتح، كل ما ادوس على البرنامج مش راضي يفتح. طيب في الحاله دي مطلوب منك تعمل اعاده تشغيل للكمبيوتر بتاعك، يعني تعمل له ريستارت وبعدين ابتدي افتح البرنامج، في الحالة دي ممكن يفتح معي. طيب افرض ان انا بعد ما عملت ريستارت وبدوس على البرنامج علشان يفتح معايا، برضو البرنامج مش عايز يشتغل، في الحالة دي يبقى في مشكلة اثناء تثبيت البرنامج، او في جزء معين من البرنامج ده تلف ولازم اشيل البرنامج، اعمل له انستول، اشيله ازالة وبعدين اعمل له اعادة تثبيت مرة تانية. اوكي طيب دي مشكلة وحليناها. طب تعال نشوف لو حصلت لي مشكلة تانية. المشكلة التانية ممكن تكون مؤشر الماوس لا يعمل، يعني انا ماسك الماوس بتاعي كده وبحركه والماوس ما بيشتغلش، الماوس مش ظاهر معايا على الشاشة، عمالة بحرك الماوس والماوس مش ظاهر معايا على الشاشة. طب انا المشكلة دي اعمل ايه؟ اول حاجة لازم تعملها ان انت تتأكد من ان الماوس بتاعك متركب في مكانه صح، لان ممكن يكون الماوس مهزوز، الكابل بتاع الماوس مش ثابت في مكانه الصحيح، فمحتاج ان انت تتك عليه لجوه علشان يتثبت في مكانه الصحيح بشكل صحيح، فيبتدي يلقط الاشارة ويشتغل معاك. طيب افرض ان انا عملت كده وبرضو الماوس بتاعي ما اشتغلش، في الحالة دي ممكن يكون العيب في ان الماوس ده عطل، حصل له تلف، فمحتاج ان انا اشيل الماوس واركب ماوس جديد. طب ايه المشكله الثالثه؟ يعني ايه تجميد الشاشه؟ تجميد الشاشه معناها ان الشاشه يحصل لها تجميد كده، تفضل واقفه على حاجه ومش راضي يعمل حاجه، ادوس على المسطره مش راضي يقبل مني، احرك الماوس مش راضي يقبل مني، كل الشاشه هنجت، ولا الكيبورد بتشتغل، ولا الشاشه بتقبل مني حاجه، ولا الماوس بيقبل مني حركه. في الحاله دي يبقى المشكله عندي ان حصل لها تجميد للشاشه، او بالعربي كده بنقولها كلنا كده كلمه، بنقول الجهاز هنج. هنج يعني حصل له هانج، يعني حصل له هانج. في الحاله دي يبقى انا محتاجه اعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعي، بس بالطريقه السليمه. يعني ايه؟ ادوس على زرار ديليت والت وكنترول الثلاثه مع بعض، ادوس بالصباع الاصغر، اوكي، ادوس على زرار كنترول وبعدين زرار الت، وبالايد الثانيه ادوس على زرار ديليت من الكيبورد، الثلاث زراير دول مع بعض في نفس الوقت، يعمل اعاده تشغيل للجهاز بتاعي. اوكي طيب، او ايه؟ ارستر الجهاز بتاعي بالضغط على زرار ريستارت، اللي هو في زرار بيبقى في الكمبيوتر اسمه زرار باور، بدوس عليه يشغل الجهاز لاول مره.
لكن زرار ريستارت بيبقى تحتيه، بيبقى عامل زي زرار، بيبقى حجمه اصغر شويه من الزرار بتاع الباور، وتقدر تدوس عليه فهو بيعمل الثلاث حركات دول مع بعض، ديليت والت وكنترول مع بعض، فيعمل عمليه ريستارت للجهاز. لان طالما الجهاز اتجمد كده ومش قابل مني اي حركه، يبقى لازم اعيد تشغيل الجهاز. اوعى تعيد تشغيل جهازك، اوعى، خلي بالك، اوعى تعمل الغلطه وتشيل الفيشه، لان كده ده شغل مش ناس بروفيشنال، مش ناس متخصصين زينا، احنا ناس متخصصين في التكنولوجيا. فانت لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت لما تشتغل الحاجات تشتغلها بالطريقه الصحيحه، اعاده التشغيل يا اما بالضغط على زرار ريستارت، يا اما بالضغط على زرار ديليت والت وكنترول، الثلاثه مع بعض بالكيبورد فيشتغل. طيب عندي مشكلة رابعة، وهي شبه المشكلة التانية، وإن الكيبورد ما بتشتغلش. الكيبورد ما بتشتغلش، ها مين هيقول لي أعمل إيه؟ أنا عملت إيه لما كان الماوس ما بيشتغلش يا ميس؟ عملت، اتكيت على الكابل بتاع الماوس وعشان أتأكد إنه متركب صح. طيب هعمل نفس القصة هنا، هتك على الكابل بتاع الكيبورد عشان أتأكد إنها شغالة صح. طيب لو ما اشتغلتش، يبقى في الحالة دي الكيبورد عندها مشكلة، محتاج ان انت تغير لوحة المفاتيح. تعال نشوف كمان مشكلة كده ونقول انا عايزة ملف معين وعاوزة اجيبه وانا مش لاقياه، طب اعمل ايه؟ في الحالة دي يا شباب انا عندي منطقة تحت كده جنب منطقة اسمها ستارت، الجنب ستارت دي في سيرش بار موجود في الكمبيوتر بتاعي، اوكي، ده مش موجود على الانترنت، ده موجود في الكمبيوتر بتاعي من تحت كده على اليمين. في منطقه السيرش حضرتك هتكتب اسم الملف اللي انت بتدور عليه وتدوس سيرش، اللي هي العدسه اللي انت شايفها دي. لما ادوس على رمز العدسه هو بيدور على الكمبيوتر بتاعي وبيروح جايب لي البرنامج او الملف اللي انا بدور عليه. اوكي، خد بالك من حاجه، في اماكن مخصصه بيتم حفظ الملفات كل واحد على حسب نوعه. يعني المستندات اللي هي اسمها document بتتحفظ في مكان اسمه my documents في الكمبيوتر، او اسمه مستندات. يبقى الملفات النصية، يعني ايه نصية؟ يعني بتحتوي على كلام او صور، الملف اللي بيتم انتاجه بواسطة برنامج الوورد او الباوربوينت او الاكسل. البرامج دي، الملفات دي بيتم حفظها في المستندات. طب امال لو عندي صور او فيديوهات بتتحط في فولدر موجود برضو في الكمبيوتر بتاعي اسمه صور، اوكي، او اسمه بيكتشرز، فولدر اسمه كده بيكتشرز او اسمه دوكيمنت، ودوكيمنت يعني مستندات، او بيكتشرز يعني صور، دي المجلدات اللي بيتم وضع الملفات فيها. فانت عايز تدور على ملف معين، هتدور عليه في المكان ده. طيب افرض انا بدور على ملف ومش عارف هو فين. طيب في الحاله دي بقى حضرتك ممكن تطلب من المعلم او احد الوالدين انه يساعدك في حل مش بس مشكله السيرش على ملف او البحث عن ملف مش عارفه، كل المشكلات اللي فاتت دول لو انا حاولت احلهم بالطرق اللي احنا اتفقنا عليهم دلوقتي والمشكله ما اتحلتش، في الحاله دي الحل البديل ان انا الجأ لناس اكبر، اقول لهم بقى تعالوا شوفوا المشكله لان انا معرفتش احلها. بس طبعا احنا لازم نتعلم الاول ان احنا نحل مشاكلنا بنفسنا، لما تتفاقم المشكله وما نعرفش نحلها نبقى نستعين بالكبار. خلي بالك ان احنا هنستعين بالكبار في حاجات كتيره جدا قدام، وخلي بالك ان على حسب اهميه اروح للمعلم او بابا وماما احد الوالدين. ندخل على الدرس اللي بعده. عندي الدرس ده محتاج مننا ان احنا نركز شوية يا شباب ونشوف احنا هنعمل ايه. الدرس اسمه جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في صورة رسومات بيانية. يعني انا بجمع دلوقتي مجموعة من البيانات عندي في الفصل وعاوزة اعرف، مش احنا البيانات هي ايه؟ البيانات هي المادة الخام، يعني حاجة كده من الاول. أنا هعمل جمع بيانات عن مين فينا يا شباب بيستخدم الموبايل، ومين فينا بيستخدم اللابتوب، ومين فينا بيستخدم الكمبيوتر، ومين فينا بيستخدم التابلت.
انا دلوقتي بعمل عملية جمع بيانات، وقعدت كده في الفصل بتاعي ورحت قلت للولاد ها يا ولاد اللي بيستخدم التابلت يرفع ايده، فرفع لي ايديهم طلعوا 10. تمام، رحت كاتبة في الورقة لاني بجمع بيانات، رحت كاتبة في الورقة اللي بيستخدم التابلت 10. وسألت سؤال تاني، نزل ايدك بقى خلاص، مين يا شباب اللي بيستخدم اللابتوب؟ انا بجمع بيانات، الخطوة الاولى عندي جمع البيانات. تمام، طيب رفعوا ايديهم بتوع اللابتوب وقالوا لي انا يا ميس، فرحت عدى مين وجمعت العدد وحطيته. اوكي، طيب اللي بعده، ورحت سأل السؤال اللي بعده وكتبت الرقم في الورق. الخطوة دي اللي أنا بعملها دلوقتي دي اسمها جمع بيانات، وأنا أقدر أعمل جمع بيانات من مصادر متعددة. أوكي، إحنا قلنا زي ما إحنا قلنا دلوقتي، قعدت في الفصل بتاعي وطلبت معلومة. طيب هل يا ترى ينفع أعمل جمع للبيانات من الكتب والمقالات؟ يعني أدخل كده أجيب كتاب وأقرأ الكتاب، أدور فيه وأقول المعلومة دي، أو حاجات مطبوعة يعني، أقول كم واحد بيستخدم في خلال الكام سنة اللي فاتوا بيستعمل اللابتوب، أبتدي أجمع بياناتي من الكتب والمقالات. طيب كمان أجمع بياناتي منين؟ من السجلات والتقارير، يعني كل شوية نعمل تقرير ونكتب فيه آخر البيانات ونبتدي ناخد المعلومات من التقارير بتاعتي. كمان أبتدي أجمع البيانات من الدراسات الاستقصائية، يعني نعمل دراسة ونعرف نتيجتها إيه وأجمع بياناتي. طيب أنا كده جمعت بياناتي، وإحنا بمنتهى البساطة وكمان أعمل مجموعة من التجارب علشان أوصل للمعلومة اللي أنا عاوزها. خلي بالك من حاجة، لازم نتأكد من إن البيانات اللي أنا جمعتها صحيحة ودقيقة ومن مصادر موثوق بها. خلي بالك الثلاث صفات، البيانات يجب أن تكون صحيحة ودقيقة ومن مصادر موثوق فيها. يعني أجمع بياناتي عن انتشار مرض فيروس كورونا في الفترة السابقة، ما ابتديش بقى أخد بياناتي أو ما ابتديش أجمع بياناتي من الناس بتتكلم في الشارع، لا، ده أنا لازم أروح لمصدر موثوق فيه، يعني مثلا زي وزارة الصحة، وأجيب منها تقرير. بصوا بقى، أجيب منها تقرير، أهو إحنا قلنا تقارير أهي، وأقول لها أعداد المصابين بفيروس كورونا في خلال الأسبوع الحالي، فتبتدي وزارة الصحة تديني التقارير والسجلات، تقرأ بالورق اللي عندها وتديني تقرير بيحتوي على رقم صحيح ومن مصدر موثوق به، تقول تم إصابة عدد كام من بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، وتم شفاء كام منهم وخرجوا من المستشفى. على فكرة احنا بنشوف التقرير ده، بنشوفه كل أسبوع بيتبعت على الفيسبوك من وزارة الصحة. بتعمل عملية جمع للبيانات وبتحدد الأعداد اللي تم إصابتها والأعداد اللي تم شفائها، وبتكتب تقرير أسبوعي مفصل موثوق فيه. لازم البيانات تكون صحيحة ودقيقة ومن مصادر موثوق فيها. تمام يا شباب؟ طيب بعد ما بجمع البيانات ده، ببتدي أعمل للبيانات حاجة اسمها تحليل. يعني إيه تحليل يا شباب؟ بالراحة كده نفهم يعني إيه تحليل. يعني أبتدي أحط كل الحاجات اللي شبه بعضها فوق بعضها عشان أطلع نتيجة. يعني فاكرين لما إحنا قلنا كم واحد بيستخدم موبايل وكم واحد بيستخدم لابتوب؟ قعدت جمعت كده اللي بيستخدموا الموبايل أهم، واللي بيستخدموا اللابتوب أهم، واللي بيستخدموا الموبايل أهم. عملت عملية تحليل، يعني تفصيص للبيانات، علشان كل معلومة تبقى في جنب لوحدها، حللتها. طب يعني بعمل عملية تنظيم للبيانات. بصوا بقى، خد بالك، نظمتهم، جبت بتوع الكمبيوتر كده على اليمين، وجبت بتوع اللابتوب حطيتهم في النص، وجبت بتوع الموبايل حطيتهم على الشمال. عملت عملية تنظيم للبيانات بتاعتي. طب أنا بنظم البيانات ليه؟ عشان آخد منها نتيجة. يبقى عملية التحليل هي جمع وتنظيم البيانات. خلاص عرفنا يعني ايه تحليل، بنظمهم، برتبهم، بقسمهم مجموعات. ليه؟ عشان استخلص منهم نتيجة.
تعال نشوف كده بقى، لما أنا استخلص منهم نتيجة، الغرض الرئيسي من التحليل إن أنا أفهم البيانات دي أنا جمعاها ليه؟ أوكي؟ معنى هو إيجاد معنى من البيان في البيانات بحيث يمكن استخدام المعرفة عشان أتخذ قرار معين. يعني مثلا لو أنا دلوقتي في المدرسة وعاوزة الولاد أقول لهم كلكم تستعملوا اللابتوب، فلازم أعمل دلوقتي عملية جمع للبيانات، كم حد بيستخدم لابتوب؟ وكم حد بيستخدم تابلت؟ وكم حد بيستخدم موبايل؟ طب انا جمعت البيانات، هقسمهم بقى واحط كل عدد مع نفسه كده مجموعات عشان بعمل لهم عمليه تحليل. في الاخر بقى الغرض من التحليل ده هشوف بقى اعداد استخدام الكمبيوتر اكتر ولا اعداد استخدام اللابتوب اكتر ولا اعداد استخدام التابلت اكتر، عشان هطلع قرار واقول يا جماعه كلنا هنحل الامتحان بتاعنا ده باستخدام الموبايل، لأني لقيت إن عدد الموبايلات اللي موجودة مع الطلبة أكبر من عدد بقية الأجهزة. يبقى أنا عملت جمع وتحليل للبيانات عشان أطلع قرار مستنير. يعني إيه قرار مستنير؟ يعني قرار منور كده، يعني قرار مدروس، قرار يزغلل كده، قرار تم دراسته بمعرفة ونتيجة تحليل بيانات. اوكي، طب لما احلل البيانات دي بروح محولاها لرسم. بدل ما نقعد نتكلم كده تعالوا نشوفوا الرسمه عامل ازاي. بص كده على الرسمه دي وانا هسيبك مع الرسمه ثانيه واحده، وانت اول ما هتبص على طول هتروح فاهم من غير ما انا اتكلم، لو انا ما شرحتش اي حاجه. بص على الرسمه كده وقول لي انت فهمت ايه. ها مين هيقول لي فهم ايه؟ ده انا فهمت من الرسمه ان عدد استخدام السمارت فون 7 وعدد استخدام اللابتوب 4 وعدد استخدام التابلت 2. يبقى مين اكتر؟ السمارت فون. احنا لسه كنا بنقول يبقى انا لما اقول الطلبه كلهم هيمتحنوا الامتحان اللي انا هبعته لكم اخر السيشن ده، معظم الطلبة تمتحنهولي من على الموبايل، لأني عارفة إن العدد الأكبر معاهم سمارت فون. طب أنا عرفت ده منين؟ من الرسم. طب أنا رسمت إزاي؟ لأني عملت عملية جمع للبيانات وتحليلها، وبعد ما حللتها رحت رسمها لك في الرسمة الصغنطوطة دي. طب أنا رسمت الرسمة دي إزاي؟ رسمت الرسمة دي باستخدام إيه؟ باستخدام برنامج الإكسل. اوكي، باستخدام برنامج الاكسل. برنامج الاكسل هو برنامج بجمع انا البيانات واديها له، وهو بيقوم بعمليه الرسم ده، بس انا اللي بساعد. الخطوتين الاولانيين مهمين جدا عشان اوصل للرسم البياني. الرسم البياني اول ما اعمل عمليه تحليل للمعلومات، بعد جمعها خلاص بتبقى انت مستعد ان انت تروح ترسمها. وانا برسمها ليه؟ قول لي برسمها ليه؟ برسمها عشان اسهل على اللي يشوفها يفهمها، بس انا ما رسمتهاش من دماغي، ده انا رسمتها نتيجه ان انا عملت عمليه جمع للبيانات بطريقه دقيقه وصحيحه ومن مصادر موثوق فيها، وبعدين قمت بعمليه تحليل لهذه البيانات، وبعدين عبرت عنها برسوم بيانية. اوكي، حد عنده مشكلة؟ الدرس كده بقى زي الفل. عرفنا يعني ايه جمع البيانات، ويعني ايه تحليلها، ويعني ايه التعبير عنها في رسوم بيانية. طيب تعال نقول، طب انا لما حولت ده وعملت الكلام ده اقدر بقى في الحالة دي اعمل عندي، اقدر اعمل حاجة اسمها تقارير، إعداد تقرير. يعني إيه إعداد تقرير؟ يعني إيه إعداد تقرير؟ تعال نشوف يعني إيه إعداد تقرير. عندي مجموعة من علماء الآثار بيعملوا تقارير حول معلوماتهم باستخدام إيه؟ يعني مثلا كل شوية يطلع عالم من علماء الآثار يقول لي تم اكتشاف الاكتشاف الأثري كذا في منطقة إيه في تاريخ كذا، وتم العثور على المحتويات بتاعة المقبرة، ويبتدي يديني حاجات مهمة جدا تم العثور عليها. فلازم دول يكون عندهم باستمرار تقارير والدراسات والأدوات اللي احنا استخدمناها في أول السيشن خالص، في أول محاضرة المرة اللي فاتت، الأدوات بتاعت علماء الآثار عشان يكتشفوا الآثار اللي مدفونة تحت الأرض.
طيب هم بيعملوا التقارير بتاعتهم دي بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا حاجة اسمها مدونات رقمية، يعني بيحطوا المدون الرقمي ده ويحطوا فيه الأرقام بتاعتهم اللي تم العثور على كذا، على عمق ايه ومسافة ايه، يبتدي يحط مدونات رقمية، وكمان يحط المقالات المنشورة. المدونات الرقمية دي مدونات موجودة على الديجيتال، ديجيتال يعني باستخدام الالكترونيك ديفايسز، يعني باستخدام الكمبيوتر او الموبايلات او الحاجات الاجهزة الرقمية. وبيعملوا كمان مقالات يتم نشرها في المجلات العلمية، لازم يعملوا المقالات علشان يحطوا المعلومات بتاعتهم والتقارير اللي هم عملوها، وكمان بيعملوا مقابلات ما بينهم وما بين بعض أو ما بينهم وما بين التلفزيون علشان يحطوا التقارير بتاعتهم ويقولوا احنا وصلنا لإيه، لازم يوصلوا الكلام بتاعهم ده عن طريق الثلاث حاجات المهمين دول، المدونات الرقمية والمقالات المنشورة والمقابلات. اوكي طيب انا دلوقتي ولنفرض اني انا عايزه ابعت لحد من اصدقائي المعلومات اللي انا وصلت لها باللي انا عملتها. انا لسه عامله معاكم دلوقتي بحث، عملنا بحث صغير وجمعنا بيانات حوالين السمارت فون واللابتوب والتابلت وجمعت المعلومات بتاعتي. انا بقى عايزه ابعت المعلومات دي. طبعا احنا قلنا ايه؟ العلماء بتوع الآثار بيستخدموا الثلاث حاجات دول علشان يعملوا يبعتوا التقارير بتاعتهم، يبعتوها. تمام؟ طيب أنا بقى شخص مش عالم من علماء الآثار، مش هعمل مقابلة في التلفزيون ولا هشوف مقال منشور في جريدة ولا هعمل هكتب كلامي في مدونة. أنا ممكن بمنتهى البساطة أبعت اللي أنا عملته في الفصل بتاعي مع الطلاب بتوعي، التقرير اللي أنا عملته بالرسمة دي، أبعتها لأحد الأصدقاء على الإيميل بتاعته، أرسل له رسالة إلكترونية علشان اقول له ان انا دورت على في الفصل بتاعي وجمعت بيانات وعرفت ان اكتر حد بيستخدم السمارت فون. انا اقدر ابعت ده لاحد الاصدقاء عن طريق الايميل، استخدام رساله الكترونيه. اوكي، وابعت له الملف اللي كان نتيجه البحث بتاعي بحاجه اسمها ملف مرفق او اتاتش فايل، يعني ابعت له الملف بتاعي علشان يبقى عنده الصوره دي او الشكل بتاع الملف اللي انا عامله بالاكسل، ابعته له في ايميل. اوكي، يبقى احنا كده خلصنا المحور الاول. هنروح مع بعض دلوقتي على المحور الثاني ونشوف بيتكلم عن ايه. يلا يا شباب نشوف المحور الثاني او الجزء الثاني من المنهج بتاعنا، بيتكلم عن السلامة الرقمية والاحتياطات الآمنة. خلي بالك المنهج بتاعنا ده، المحور الثاني ده، غاية في الأهمية، مهم جدا 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 بالنسبة لكل طلابنا. مهم قوي ان انت وانت قاعد بتشتغل على الانترنت تحافظ على سلامتك وتعمل لنفسك احتياطات أمنية. طب يعني تعالوا نتعرف مع بعض يعني ايه السلامة الرقمية والاحتياطات الأمنية. أوكي؟ طيب تعالوا نعرف أول حاجة يعني إيه شبكة. أنت بتقول لي أنا قاعد على الإنترنت، تعالى نتعرف ونقول يعني إيه شبكة. عارفين شبكة العنكبوت؟ عارفين شبكة الصياد؟ عارفين الشبكة اللي إحنا بنعملها مع بعض وإحنا بنلعب مع بعض كده وبنمسك إيدينا، نشبك إيدينا في إيدين بعض ونعمل شبكة؟ الشبكة دي هي الشبكة اللي احنا نقصدها، هي مجموعة أشخاص. احنا بنعمل شبكة ما بيننا وما بين بعض واحنا بنلعب، أمسك إيدي في إيد اللي جنبي وإيد اللي جنبي في إيد اللي جنبه، فعملنا شبكة، وبعدين نقفل الشبكة فكلنا متصلين ببعض. كلنا متصلين ببعض لأن احنا اتوصلنا ببعض. تعال نشوف يعني إيه شبكة في الكمبيوتر بقى. زي ما البني ادمين بيعملوا شبكه بان احنا وصلنا ايدينا في ايدين بعض، الكمبيوترات كمان بتعمل شبكه في ان هي اتصلت ببعض. احنا نقدر نتواصل، الكمبيوتر ده اوصله للكمبيوتر التاني، يا اما احط فيه سلك والاثنين يبقوا متوصلين مع بعض، يا اما اشتغل بحاجه اسمها كلنا عارفينها اسمها واي فاي، يعني اشتغل من غير سلك.
اوكي. طب يبقى تعالى نقول يعني ايه شبكة. شبكة يعني هو اتصال بين اجهزة الكمبيوترات لتبادل البيانات والمعلومات. ما احنا بنتواصل ليه مع بعض؟ عشان اديك بيانات واخد منك معلومات، اديك بيانات واخد منك معلومات، نتبادل مع بعض البيانات والمعلومات. ده كلمة شبكة. طيب امال يعني ايه انترنت؟ خد بالك بقى، كلمة انترنت معناها هي الكلمة اللي فوق، مجموعة من الأجهزة متصلة مع بعضها لتبادل البيانات والمعلومات يا ميس. بس هنزود عليها كلمة صغنطوطة قوي. بص كده ايه اللي هنزوده؟ حول العالم. يعني هو في شبكة غير الانترنت يا ميس؟ ممكن نعمل شبكة ملهاش علاقة بالانترنت. يعني انا ممكن يكون عندي في البيت كمبيوتر والموبايل بتاعي، ووصل الموبايل بتاعي بالكمبيوتر بحاجة اسمها الواي فاي، او اوصل الموبايل بتاعي بالكمبيوتر بسلك الشاحن. ساعات كتير بنعمل سلك الشاحن ونحطه في الكمبيوتر. كده انا عملت شبكة ما بين الكمبيوتر وما بين الموبايل، وكلنا بنعرف نعمل الحركة الحلوة دي. بناخد سلك الشاحن ونحطه في الموبايل ونحطه في الكمبيوتر بتاعنا. كده انا عملت شبكة ما بين الكمبيوتر والموبايل. طب ليه يا ميس انا بعمل كده؟ ساعات بيكون عندي على الموبايل شويه حاجات وعاوزه انقلهم على الكمبيوتر، او يكون عندي على الكمبيوتر حاجات وعاوزه انقلهم على الموبايل. يبقى انا عملت شبكه ما بين الكمبيوتر والموبايل باستخدام سلك الشاحن لتبادل البيانات والمعلومات. دي شبكه. كلمه انترنت معناها هيها برضو بوصلهم مع بعض، بس مش لازم بقى يكونوا في نفس المكان. ده ممكن يكون الكمبيوتر بتصل بالموبايل بتاعي بشخص بالكمبيوتر بتاعه وهو في مكان بعيد عني خالص. يبقى انا بعمل اتصال بين اجهزه الكمبيوتر حول العالم. يبقى انا اللي زاد عندي في التعريفين اول ما الاقي كلمه حول العالم، اتصال بين اجهزه كمبيوتر حول العالم، يبقى ده الانترنت. لكن اتصال بين أجهزة كمبيوتر مش حول العالم، ما اتكتبتش، يبقى دي شبكة. خلاص عرفناه. ايه بقى اللي انا اقدر اخده من الانترنت؟ يعني انا بدخل الانترنت ليه يا جماعة؟ الشباب يقولوا لي ايه؟ اولا ببعت رسائل الكتروني، بريد الكتروني، ايميل، الكترونيك ميل، اسمها كده بريد الكتروني. طيب أنا ببعد البريد الإلكتروني، دي أول خدمة. طب إيه كمان؟ إيه ده؟ هي الدردشة دي تعتبر خدمة من خدمات الإنترنت؟ مش أنت بتفتح الواتساب وتقعد تتكلم؟ طب مش إحنا وإحنا بنتكلم ده ساعات بنتبادل المعلومات والخبرات والمعلومات والحاجات كده؟ ساعات ببعت لك ملف على الواتساب وأنت تبعته لي، بس أنا الكلام ده الواتساب دي تطبيق انا ما ينفعش ان انا استخدمه من غير ما يكون عندي انترنت. اوكي؟ طيب تمام. يبقى انا الخدمه الثانيه من الانترنت يبقى دردشه. تمام؟ طيب ايه كمان اقدر استخدم الانترنت في ان انا اعمل سيرش، بحث؟ يعني اقدر ابحث على معلومه معينه بشكل معين على الانترنت واوصل للنتيجه اللي انا عاوزها. يبقى برضو دي خدمه من خدمات الانترنت. تمام؟ طيب ايه بقى محركات البحث؟ اهم محرك بحث احنا بنبحث من عليه، انا عارفه ان انتوا كلكم قلتوا من غير ما انا اقول. يعني ايه يا شباب؟ يعني لما احب ابحث على حاجه على الانترنت بروح جايب ايه؟ ها؟ سمعتكم كلكم وانتوا بتقولوا بندور باستخدام جوجل. بروح رايحه على جوجل وادور عنده. طب هو ما فيش غير جوجل؟ لا، ده انا اقدر كمان ادور باستخدام ياهو، واقدر كمان ادور بالجيميل، ادور على حاجات معينه. تمام؟ بس اهم واحد عندي هو جوجل. طيب والتاني بنأكد ان المعلومات اللي انت بتحصل عليها لازم تكون دقيقه وحقيقيه. يعني مثلا سمعنا النهارده ان، او قمنا من النوم الصبح سمعنا اخبار ان كان في زلزال قوته كام ريختر واستمر لمدة كام ثانية. أوكي؟ الناس بتتبادل هذه المعلومة، هل يا ترى المعلومة دي صحيحة حقيقية ولا مش حقيقية؟ علشان أتأكد إنها حقيقية اوعى تعمل شير لبوست وانت متأكدتش من المصدر الحقيقة بتاعته.
لازم الأول ترجع للحقيقة وتتأكد إنه حقيقي وبعدين تنشره. يعني إيه؟ يعني تشوف مصدره منين ومصدر موثوق فيه. ما تقوليش صاحبتي قالت لي ولا صاحبي قال لي، ما ينفعش الكلام ده. أوكي؟ فلازم المعلومات اللي تاخدها تكون دقيقة وحقيقية. طيب أنا طبعًا بكتب الكلمة اللي أنا عايز أبحث عنها في السيرش في جوجل، زي ما أنتم شايفين ده جوجل أهو، وشايفين كلمة سيرش، بتروح كاتب الكلمة دي ودايس على انتر أو دايس على علامة العدسة ويبتدي يجيب لك النتائج بتاعت البحث، ولازم أتأكد من مصادرها، ما أخدش أي حاجة كده وخلاص. أوكي؟ طيب عندي مجموعة من المشاكل اللي لازم تاخد بالك منها وأنت عندك على الإنترنت. خلي بالك الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده غاية في الأهمية لينا كلنا، مهم جدا. أولا خد بالك، اوعى تروح تزور موقع انت مش عارفه أو موقع غير آمن. طب هو أنا بعرف منين إن الموقع ده آمن أو الموقع ده غير آمن؟ في معظم الأحيان بتروح جايلك مسج كده أو رسالة تحذيرية ويقول لك warning، يعني خلي بالك الموقع ده غير آمن. أول ما تجيلك المسج دي اوعى تخش، ما تقولش هطنش المسج وأدخل أو ده الجهاز بيعمل حاجات لوحده. لا، مواقع دي بتبقى غير آمنة، ساعات بتصيبك بمجموعة من الفيروسات وهنعرف ده كله بالتفصيل، أو ساعات ممكن يكون في هناك هاكر وفي، فلازم تخلي بالك مواقع غير آمنة ما تقومش أبدا بزيارتها. طيب أخلي بالي من إيه كمان وأنا قاعد على الإنترنت يا ناس؟ خلي بالك من حاجة مهمة جدا، اوعى تشارك معلوماتك الشخصية مع أي حد أنت ما تعرفوش شخصيا. يعني في ناس كتير مننا دلوقتي بتلعب مع بعض على الإنترنت مجموعة من الألعاب زي بابجي وغيره، بنبقى أصحاب في الجيم، يعني إحنا تعرفنا على بعض وإحنا بنلعب. أوكي، مش هقولك لأ، بس بلاش تقول للناس اللي أنت ما تعرفهمش شخصيا، تقول لهم أنا ساكن في الحتة الفلانية وبابا بيشتغل كذا وماما بتعمل كذا واخواتي كذا، واوعى تعمل كده، لان الشخص اللي انت ما تعرفوش شخصيا في احتمال انه يكون مش امن. فخد بالك من نفسك، ما تنشرش معلوماتك الشخصيه مع حد ما تعرفوش. كمان في معلوماتك الشخصيه ما تنشرهاش مع حد تعرفه. زي ايه يا ميس؟ زي مثلا لو انت عامل لنفسك باسورد، الباسورد بتاعتك دي حاجة مهمة جدا وحاجة شخصية بتاعتك انت لوحدك. اوعى تقول الباسورد بتاعتك لحد من صحابك في الفصل او حد من قرايبك، ما ينفعش. دي من الحاجات الشخصية بتاعتك اللي ما يجبش تشاركها مع الاخرين، سواء كنت تعرفهم شخصيا او ما تعرفهمش. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا في الحالة دي خد بالك قوي من معلوماتك الشخصية. طيب لو حد بعت لي ملف وبيقول لي اعمل له داونلود، واقوم اعمل انا داونلود او ادوس على لينك انا معرفوش، اوكي؟ في بعض الاحيان بيجينا لينكات وبتتبعت لنا ويقول لك شركه مش عارفه ايه عامله العرض، بس انشر الرابط ده او انشر اللينك ده عند 10 من اصحابك. انت بتاخده بمنتهى حسن النيه وتشير وتداونلود وتدوس وتعمل الكلام ده، كل ده بيبقى فيروسات بتبوظ جهازك وجهاز اللي انت بتبعت لهم. فلما يجي لك ملف انت ما انتش عارفه، اوعى تعمل له داونلود. لما تبقى عارف مين اللي بعته لك، وكمان تعمل له سكان عشان تتاكد ان هو ما فيهوش فيروس، وهنعرف يعني ايه وسكان باستخدام ايه. اوكي؟ طيب. خلي بالك من اي معلومه انت بتنشرها، تخلي بالك وتكون حذر جدا. انت خلي بالك البوست اللي انت بتعمل له شير لو ما كانش حقيقي وانت شيرته وانت ما انتش عارف انه مش حقيقي، انت كده بتتحمل جزء من الخطا. يعني لو حد قال معلومه قبل ما تعمل لها شير، اتاكد المعلومه دي صحيحه ولا لا. اوكي؟ بنقول بقى من اللي احنا قلناه من شوية ان المشاكل اللي بتطلع لي من ان انا استخدم الاربع حاجات اللي فاتوا دول اهو، لو انا قمت بزيارة موقع غير معروف او قمت بتنزيل ملف غير معروف او
عملت ريشير لبوست من وسائل الإعلام، في الحالة دي ممكن تطلع لي بعض المشاكل. إيه هي المشاكل اللي ممكن تطلع لي؟ أول حاجة ممكن تطلع لي حاجة اسمها فيروس. فيروس يعني إيه يا ميس؟ فيروس يعني برنامج يلحق الضرر بالكمبيوتر. هو ده تعريف الفيروس؟ آه، برنامج بيجي لك اول ما تدوس على لينك انت ما تعرفوش او تعمل داونلود لملف انت ما تعرفوش، بيروح جايب لك فيروس وحطه على الكمبيوتر عندك. طب الفيروس ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يبوظ لك الجهاز بتاعك، يبوظ حاجات هاردوير في الجهاز، يعني يبوظ الرام، يبوظ حاجات في الجهاز بتاعك. اوكي؟ وايه كمان؟ وممكن كمان يمسح ملفات معينه، يشيلها، يدلتها، يبوظها، تيجي تفتح الملف بعد كده ما يتفتحش لان الفيروس بوظه. اوكي؟ طيب في حاجة كمان ممكن تقابلني، مشكلة اسمها المتسللين. المتسللين دول هم ايه؟ المتسللين دول اللي هم الهاكر يا ميس. بيعملوا ايه الهاكر دول؟ بييجوا عندك بيسرقوا البيانات بتاعتك. يعني لو انت دوست على لينك معين، وعلى فكرة احنا بنشوف الحكاية دي اليومين دول في التلفزيون كتير جدا، انه يبعت له صوره او يبعت له لينك معين، اول ما يدوس على اللينك خلاص جهازه بقى مفتوح، كل اللي موجود عندك على الكمبيوتر بتاعك بقى بالنسبه له كانه الكمبيوتر بتاعه، ويقدر ياخد نسخه منه ويقدر يمسح ويقدر يغير، يعمل كل اللي هو عاوزه لانهم دول هاكر. اوكي؟ فانت خلي بالك. تخلي بالك ازاي؟ بان احنا زي ما قلنا كده في الصفحه اللي فاتت، ان انت ما تشيرش بياناتك مع حد، وما تدوسش على لينك انت ما تعرفوش، وما تعملش داونلود لملف انت مش واثق في مصدره. تمام؟ طب ايه كمان ممكن يقابلني؟ حاجه اسمها سبام او البريد المزعج. يعني ايه سبام؟ يعني ايه البريد المزعج يا ميس؟ يعني رساله كده بتجيلك تعمل لك ازعاج، تبقى متضايق وانت قاعد بتتفرج كده على الكمبيوتر بتاعك، فجأة تلاقي حد راح بعت لك مسج تعمل لك ازعاج. سواء كانت بقى المسج دي بيقول لك الفاظ بذيئة، سواء كان المسج دي بيبعت لك صور لا تليق، سواء كانت بقى المسج دي بيخوفك، يعني ممكن جدا يبعت لك حاجة تخوفك بيها. تمام؟ اسمها سبام مسجز، أو الرسائل قد تزعجك، الرسائل المزعجة. طيب أقدر أمنع الناس؟ طب افرض وأنا قاعد حد بعت لي سبام، حد بعت لي رسائل مزعجة، أوكي؟ بيضايقني. طب أنا أقدر أمنعه من إنه ما يبعتليش الحاجات دي تاني؟ ها؟ مين يقول لي؟ نقدر نمنعه. طب نمنعه إزاي يا مس؟ أعمل له بلوك. اعمل للشخص اللي بعت لي الرساله دي اعمل له بلوك. تمام؟ طيب يعني ايه بقى بلوك يا ميس؟ وسيله لمنع الاشخاص دول من رؤيه مشاركاتك. يعني انت لما تيجي تبعت بوست او تعمل شير لبوست هو ما يقدرش يشوفه لان انا عملت له حجب. تمام؟ عملت له بلوك. طيب من شويه كده كنت بقول لك ما تعملش داونلود لملف انت ما تعرفش مصدره، صح؟ طيب يعني ايه كلمه داونلود اصلا؟ داونلود دي معناها ان الملف بيكون موجود على الانترنت وانا بحفظه عندي على الكمبيوتر بتاعي، بعمل له داونلود، بحفظه عندي على الكمبيوتر بتاعي. تمام يا شباب؟ طيب يبقى انا دلوقتي كلمه داونلود معناها حفظ ملف من على الانترنت على الكمبيوتر بتاعي. طيب قولي لي بقى يا مس، بما انك بتقولي الكلام اللي فات ده كله، طيب انا بقى انا استعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقه صحيحه ازاي؟ طريقه واخلاقيه صحيحه واخلاقيه ازاي؟ مش انت بتقولي ان الناس دول ممكن يضايقوني وممكن يبعتوا لي فيروس وممكن يبقوا هاكر الكلام ده؟ طب انا بقى عايز انا بستخدم الانترنت بطريقه صحيحه واخلاقيه. اوكي؟ اولا لازم تتبع اللي انا هقوله لك دلوقتي. وانت بتستخدم الانترنت ما تقومش ما تعملش تاج لحد قبل ما تطلب منه الاذن. يعني مثلا انا لو هبعت بوست بروح عامله تاج لصحابي، وممكن صاحبتي دي تقول لي انت عملتي لي تاج على البوست ده ليه؟ انا مش عايزه يظهر عندي على الصفحه بتاعتي، لان انا لما بعمل لهم تاج بيبان عندهم. فلازم الاول ابقى اقول لها
انا هعمل شير لبوست معين واعرفها عنه حاجه واقول لها اعمل لك عليه تاج، هتوافقي ولا ترفضي؟ في بعض الاشخاص بتوافق ان هي يتعمل لها تاج، وفي بعض الاشخاص تقول لك لا لو سمحت ما تعمليش تاج، ما تدخلش حاجتك على صفحتي، لانك لما بتعمل تاج صحابها بيشوفوها. اوكي، يبقى انت لا تقوم بوضع اشاره تاج لصديق قبل ان تطلب منه الاذن، عشان انت تبقى انسان اخلاقي وبتتعامل مع الانترنت بطريقه صحيحه واخلاقيه. الحاجة كمان نعمل ايه؟ عدم مشاركة معلومات حول الاخرين. يعني لما انا اعرف خبر على حد اقولش اه ده محمد جاب 8 من 10 في الامتحان واروح كاتبه بوست ومشيره، لا تعملش كده خالص. اوعى تنشر اي معلومات عن الاخرين، او اما اعرف ان حد من صحابي نقل من بيتهم ده راح لبيت جديد، اوعى تنشر اخبار عنهم، او سافر مصيف، اي معلومه انت تاخدها عن حد اوعى تنشرها، ده يعتبر غير اخلاقي. تمام؟ طيب كمان تعمل ايه؟ لما تيجي تعمل بوست وانت واخده من حد، هنا ما اسمهاش سرقه. لو انا عملت ايه؟ لو انا عملت ايه؟ لو انا قلت يا جماعه المعلومه دي كانت بتاعه صاحبي محمد وانا جايبها منه، كده انا ببقى ما بسرقهاش، انا ببقى لاني ذكرت اسم صاحب المعلومه يبقى يجب ان لا ان تذكر اسم صاحب المعلومه عشان ما تبقاش سرقتها. لكن لو محمد كان نشر مثلا حل مساله مهمه وبيعرف زمايله المساله دي تتحل ازاي، اوكي انا بقى عجبني الطريقه اللي هو حل بيها المساله، رحت واخداها ومشيراها على صفحتي وقلت ان انا اللي عامله الفكره دي، لا في الحاله دي ابقى انا سرقت. لكن امال اعمل ايه؟ اقول اه محمد زميلنا وصل لطريقه في ان احنا بنحل المساله دي بطريقه سهله وهي دي طريقه محمد. يبقى انا كده اي معلومه انت هتبعتها لازم تذكر اسم صاحبها. ايه كمان؟ لازم تستعمل تحترم قانون الموقع اللي انت هتزوره. خلي بالك من الموقع اللي انت هتزوره، في بعض المواقع يقول لك وانت لما بتدخل على جروب يقول لك ممنوع ذكر كذا، ممنوع نشر بوستات عن كذا، ممنوع، يفضل يقول لك ممنوعات كده. لازم اي موقع انا ادخله طالما ان انا وافقت ان انا ادخله لازم احترم قوانين الموقع. تمام؟ طيب اما اجي اعمل تاج، طبعا انا بعمل الات دي وانا على التويتر تويتر، وبعمل الهاشتاج وانا على الفيسبوك، وبحط اسم الشخص في الرسالة، طبعا بعد ما اخد اذن. اوكي طيب لازم اقول له في الاول. طب تعالى بقى نشوف مع بعض، عندي مجموعة من الاثار الايجابية والاثار السلبية. ايه بقى الاثار الايجابية للادوات التكنولوجية التكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ اولا قراءة الاخبار بسهولة، بمنتهى البساطة النهاردة عرفنا ان جهاز زلزال الساعة كام وقوته كام واثر في ايه، عرفت ده كله بمنتهى البساطة والسرعة والسهولة. اوكي، وطبعا عرفت اجيبه كمان من مصدر موثوق فيه، لان مثلا جريدة اليوم السابع نشرت الخبر فانا اتاكدت ان الخبر ده صحيح 100%. طيب ايه كمان اقدر استفيد بيه من التكنولوجيا المعلومات؟ اعمل تحميل للملفات وتنزيلها. كمان اقدر اعمل تواصل مع الاخرين في جميع انحاء العالم، دي مميزات. طب ايه بقى العيوب؟ العيوب خلي بالك ما تقعدش كتير قدام الكمبيوتر وقت طويل، الكمبيوتر او الموبايل او التابلت، احنا قلنا كلهم وسائل من الكمبيوتر، ما تقعدش كتير قدامه عشان عينيك ما تصدعش وعينيك تتعب. اوكي، بعض الاحيان في اشياء بتزعجك زي الرسائل اللي انا بقول لك عليها سبام. اوكي طيب احنا النهارده خلصنا الجزء اللي المفروض نخلصه، وبعت لكم جزء اسئله عن المحور الاولاني. ان شاء الله السيشن اللي جايه يوم الخميس باذن الله في نفس الميعاد هنخلص اخر مجموعه دروس في المحور الثاني، وهناخد اسئله على المحور الثاني كامل. خلي بالك المحور الثاني ده مهم جدا لانه بيتصل بيك انت وانت بتستخدم الانترنت. نلتقي على خير ان شاء الله يا شباب، أشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية بإذن الله.